ودلوقتي هنبدأ نعمل الطبقة الأساسية للوس. أداة البنتو ونختار شيب كليك ونسحب كنترول ونضغط على النقطة نحركها في المكان الصح كليك ونسحب. طبعا الطبقة الأساسية بتكون تحت طبقة الأوتلاين. نقرب من نقطة البداية لحد ما تظهر لي دايرة صغيرة. أداة التعديل على الشكل، ونحاول نحسن من جودة الشكل بالأداة دي. نبدأ نعمل الطبقات، ناخد البنتول تاني، نبدأ نكون الشكل ونمشي مع اتجاه الخطوط دي. كليك ونسحب كنترول ونضغط على النقطة ونحركها في المكان المناسب. كليك يمين واختار كرييت ليبنج ماسك. أبدأ أعمل الطبقة التانية. أحدد اللون اللي أنا شايفاه الدرجة مناسبة.
هنختار كومبين شيبس ونبدأ نعمل بقية المساحات اللي بنفس اللون عشان تيجي في نفس الطبقة. نحاول نظبط الشكل بأداة البنتول فريفورد أو الأداة اللي تحتها بقدر الإمكان قبل ما نبدأ في الطبقة الجديدة. نغير اللون ونبدأ نعمل الطبقة الجديدة. طبعا هنعمل كرييت كليبنج ماسك عشان اي زيادة احنا عايزينها ما تطلعش برا الشكل. برضو هنستخدم كومبين شيبس ونعمل الجزء بتاع المناخير. ونعدل عليه بالفري فورم. بعدين نبدأ نعمل الطبقة الثالثة بنفس التكنيك والطبقة الرابعة اللي بتمثل الإضاءة.
لما نخلص كل الطبقات نبدأ نحط لكل طبقة ماسك ونمسح بفرشة سودة الأطراف بدرجة بسيطة. نرجع تاني نأكد على الأوتلاين بتاع التفاصيل ونعمل تحتيه درجة أغمق درجة أفتح سنة. طبعا نحط ماسك ونمسح الأطراف. نبدأ نعمل الشفايف بنتول شيب ونيو لير. نبدأ نرسم الطبقة الأساسية.
وبعدين نشتغل على الدرجات اللي جوه الأغمق، أغمق درجتين يعني، كليك ونسحب لحد ما نكون الشكل بتاع الطبقة التانية. بناخد نيو لير ونبدأ نشتغل الطبقة الأغمق، الطبقة الأغمق بتكون أعلى. وبعدين بنعمل اللون الفاتح، بنكون طبقة اللون الأفتح في الآخر. Thank you.
بعدين بنحط في الآخر طبقة كأنها ماسك ونديلها لون وسط ونحط لها ماسك ونبدأ نخففها شوية. نرجع نعدل على الطبقات لحد ما نوصل لنتيجة مقبولة. Thank you.
هنحط طبقة ندي الظل اللي بتاع الوش واللي تحت الشعر ونديلها لون غامق بقدر الإمكان، ونحط لها ماسك ونبدأ نمسح أو نخفف اللون بشكل تدريجي.
هنعدل على الحواجب ونعمل المناطق الفاتحة، نديلها لون افتح من لون الحواجب.